بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي، هذه المحاضرة الرابعة في Chapter Drawing، وإن شاء الله نخلص، يعني نحاول إن يعني نخليها محاضرة واحدة حسب المتوفر، ونتابع إن شاء الله المراحل الدراينج الآن يعني Method of Freeze Drawing. من الاسم Freeze Drawing، إذن The drawing will occur from freezing, from freezed solid, from freeze solid. والحقيقة هون يعني لابد من إنه نتكلم عن ال phase diagram of water، اللي هو يعني إحنا عادة يعني بما إنه المي هي أكثر solvent مستخدم في عمليات ال التصنيع الدوائي، فهو أكثر شيء يعني بهمنا. لذلك الصور اللي أمامكم، هاي الفيجر هي phase diagram for water with freeze drying process superimposed. طيب هذه خلينا نفصل فيها يعني أو نحكي عنها. لاحظوا يعني نبدأ ب طبعا هذا اللي هو البريشر، وهون temperature، اوكي بريشر، وعلى على الاكس اكسس البريشر، وعلى الواي اكسس اللي هو التمبرتشر. و في عندنا 3 فيزز: سوليد، سوليد وليكويد وفيبر او الغاز. يعني في عندنا لاينز هذول السي او، بعدين الاو اي والاو بي. الان هذول اللاينز اللي هم بيفصلوا ما بين الديفرنت فيزز، يعني ممكن نسميهم equilibrium لاينز، يعني الفيزز على هذه اللاين، على اللاين مثلا اي او بيكون في عندنا equilibrium between solid and liquid، على الاو بي equilibrium between liquid and gas، على الاو سي equilibrium between solid and vapor أو solid and gas. أوكي. هذه ما يسمى بالtriple point، اللي هي ما في عندنا equilibrium على three phases. لأن three phases موجود equilibrium على هاي النقطة، وهذه النقطة تأتي على هاي درجة حرارة point 0.0075. هذه يعني بسموها unique point، يعني حالة فقط تأتي على هذا البرشر. البرشر اللي هو 610، طبعا 610 اللي هو بقياس مقياس ضغط، واللي على 0.07 degree centigrade. طبعا لاحظوا هون الملاحظة هاي اللي هون بالتعريف not to scale. شو يعني not to scale؟ not to scale يعني لاحظوا إذا من صفر لهاي درجة حرارة هذول 0.0075 degree centigrade، ومن هون لهون 100، يعني معقول؟ يعني طبعا مش ممكن، هذا مش تقسيم الاكس اكسس not to scale، هذا معناه يعني مش صحيح، مش حقيقي. بس هم حاطين طبعا هون، عادة بحطوا ايش؟ مرات خطين متقاطعين هيك، زي هيك مثلا، انه مبين انه يعني مقطوع. بتلاحظوا بعض الفيجرز، لانه مشان يبينوا لنا انه على يعني المي يعني بتوصل درجه غليان على درجه 100 بصير لها ايش؟ يعني فيبورايزيشن. طيب متذكرين ايضا شيء ثاني اللي هو الفيز رول او جيبس فيز رول، وانا بدي اياكم ترجعوا تراجعوها الجيبس فيز رول، اللي هي F equals to C minus P plus 2. الF اللي هي الديجريز اوف فريدم، والC اللي هي النمبر اوف كومبوننتس، والP اللي هي نمبر اوف فيزز. الان احنا نمبر اوف كومبوننتس C اللي هي واحد، يعني بجميع الحالات، يعني وين ما رحنا بالفيجر هون الC تساوي واحد، الP بتتغير. اوكي الاف الان اللي هي نمبر اوف ديجريز اوف فريدم، يعني النمبر اوف فاريبلز تو بي
controlled in order to find or to define the condition. هاي هذا ارجعوا راجعوها بكتاب الفيزيكال فارماسي. جيبس فيز رول مطلوبه. مثلا باي نقطه من الفيجر هون الاف ايكوالز كم؟ ايكوالز تو اف قلنا ايكوالز تو سي ماينس بي بلس 2. اذا كان الاف دائما سي واحد واحد ناقص هون الكومبوننتس او الفيزز واحد سوليد او ليكويد او فيبر. اوكي فهون بيكون ال F equals to C minus P plus 2 واحد ناقص واحد plus 2 إذن 2. أوكي يعني بدنا two variables at least two variables حتى إنه نعرف أي نقطة من النقاط الموجودة داخل الإيش المناطق اللي هي solid liquid أو vapor. على الخط هون اللي هي قلنا هذا line of equilibrium between the phases بتكون ال two phases are in equilibrium معناته ال P equals 2. إذا F equals 1 ناقص 2 زائد 2 2 مع 2 بتروح إذا 1. إذا على line هذا ال F equals 1 وعلى line هذا F equals 1 وعلى line هذا F equals 1. لاحظوا على ال triple point هاي الآن F equals 1 minus 3 لأنه هنا قلنا at triple point the three phases are in equilibrium. 1 ناقص 3 زائد 2 إذا 1 و 3 3 ناقص 3 0. إذا هون لهذا سميناها إيش هاي triple point a unique point ما بتكون يعني مش بحاجة ولا يعني معرفة خالصة. أوكي معرفة خالصة هذا معنى إنه it is a unique point. اوكي على كل حال راجعوا هذا الفيز رول هاي بالذات راجعوها بكتاب الفيزيكال فارماسي ومطلوبه منكم بالامتحان. اوكي فشوفوا الان تطبيق على باختصار على الفريز دراينج. احنا عندنا هون سوليد على درجه حراره ودرجه بريشر معين. باختصار بصير فيه تنزيل البريشر لحد lower than the triple point وبعدين بصير رفع لدرجة الحرارة. فبصير في ايش ونتجاوز الخط الإيكوليبريم هذا بصير في عنا sublimation أو اللي هو الـ evaporation from solid. أوكي evaporation from solid أو sublimation بنسميه. أوكي ونيجي إن شاء الله بالتفصيل بعد شوي على الفيز different stages of freezing. Okay, إذا freeze drying is a process used to dry extremely heat sensitive materials. إن هاي يعني أهم شيء في الفريز دراينج ليش بنستخدمها؟ لل extremely heat sensitive materials allows the drying about excessive damage اللي هي proteins, blood products, microorganisms and so on. إذا هاي الأمثلة على extremely heat sensitive materials. In this process the initial liquid solution is frozen. إذا أول شيء بصير في freezing معناته من هون واحد قلنا واحد في freezing بصير درجة تقليل درجة حرارة. بعدين the process is replaced reduced the pressure is reduced and the water is removed by sublimation. إذا ثلاث خطوات freezing decreasing pressure وsublimation. أوكي هاي باختصار الفريز دراينج اللي راح نيجي عليها تفاصيلها في السلايدز الجاي. The process depends on understanding of phase diagram of water اللي حكيناها الآن. أوكي application phase diagram of water to freeze drying. The process of freeze drying is superimposed on the phase diagram of water in figure 9 اللي هي حكينا عنها. In its basic form freeze drying comprises three steps: freezing the solution, reducing the atmospheric pressure above the ice to below that of the triple point of the product. هاي شرح للحكينا شرح للكلام اللي حكيناه مسبقا. Adding heat to the system to raise the temperature to the sublimation curve اللي هو CO اللي بالفيجر هاي CO to provide the latent heat of sublimation اللي حكينا عنها على الفيجر.
هذا مخطط للفريز دراير، مخطط للفريز دراير. يعني هون هاي لاحظوا، هون نبدا من هون الفاكيوم بامبينج مشان نسحب نفرغ نقلل الضغط، الايس كوندنسر مشان الفريزنج، ريفريجريشن جروبس يعني ممكن يكون في ريجريشن، هيتنج سيستم مشان اذا بدنا نسخن، طبعا في تسخين لانه هذا الغلق الباب اللي بيفتح وبسكر، برودكتس اون سولفنتس، هاي الرفوف، رفوف هاي اللي هي بنحط عليها الديفرنت فايلز او وات ايفر اللي هي حسب الطريقه اللي احنا بنعملها الفريزر. اوكي هاي البيزك constituents of the freeze drying. Limitation of the freeze drying process. أول شيء اللي هي disadvantages أو limitations. The freeze drying of products such as blood, plasma, although simple in theory, presents a number of practical problems. هاي problems اللي هي the depression of freezing point caused by the presence of dissolved solutes means that the solution must be cooled below the normal freezing temperature for pure water to minus 10 to minus 30. يعني من نقص 10 نقص 30 لازم انه نقلل درجة حرارة بهاي الـ بهذا الرينج حتى انه يعني نقدر نتأكد من انه كل الكومبوننتس او كل الكمية اللي عندنا احنا بدنا نعملها فريزنج صار لها فريزنج، اذا بدنا نقلل درجة حرارة بشكل كبير. اثنين، sublimation can only occur at the frozen surface. And is a slow process. العملية السبليميشن بطيئة جدا. لاحظوا المعدل 1 مليمتر thickness in ice per hour. يعني كل ساعة تمنوا يعني ال thickness of the ينقص 1 مليمتر. وهي يعني بطيئة جدا. فإذا كان عندنا يعني إذا كان عندنا thickness of 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 10 معناته بدنا 10 ساعات حتى إنه نخلص thickness of 1 سنتيمتر، فكيف لما يكون 10 و20 و30 سنتيمتر إذا كان فبدنا يعني ساعات طويلة. So the surface area must therefore be increased. إذا لهذا السبب يعني لازم نفرش هذا المادة على مساحة سطح واسعة جدا حتى يصير السبليميشن من مساحة واسعة والثيكنس نقلله، حتى نقلل الثيكنس وان بتكبير المساحة حتى انه يصير نسرع العملية. ثلاثة، the liquid thickness prior to freezing be reduced in order to reduce the thickness of ice to be sublimated. وهذه اللي هي اللي حكيناها، يعني انه لازم يعني نقلل الثيكنس حتى انه نسرع العمليه. At low pressure, large volumes of water vapor are produced, which must be removed to prevent the pressure rising above the triple point pressure. هاي مشكله فعلا، يعني داخل الفريز دراير احنا عم نعمل سبليميشن فبيطلع فيبر بريشر، واحنا لاحظوا ان مقللين البريشر اندر ذا تريبل بوينت، ولذلك اذا زاد الكميه الفيبر هاي بترفع الضغط، فبدنا دائما ايش يعني بدنا طريقه انه نتخلص من الفيبر المتجمع هذا حتى انه ما يرتفع الضغط. يعني عمليه اذا دقيقة وتحتاج إلى كنترول كثير. The dry material often needs to be sterile and it must also be prevented from regaining moisture prior to the final packaging. هذه العملية أيضا لأنه معظم البرودكتس اللي زي ما شفنا كلهم عبارة عن
يعني ستيرل برودكتس من الـ من الـ 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 المنتجات المعقمة، ولذلك هذا برضه يحتم علينا انه نكون اندر aseptic conditions دائما. Stages of freeze drying a process. اولا freezing stage قلنا انه ثلاث تقريبا يعني ثلاث خطوات رئيسية لفريزنج وديكريزنج ذا بريشر وبعدين ايش اللي هي السبليميشن. طيب نشوف الفريزنج ستيج. The liquid material is frozen before the application of vacuum to avoid a frothing. And several methods are used to produce a large frozen surface. إذن لاحظوا العبارة اللي هون. إحنا أول شيء frozen هاي أول شيء اللي هي freezing stage. قبل ما إنه نعمل يعني ضغط نقلل الضغط عفواً. To avoid frothing. Frothing اللي هو ايش؟ الرغوة، يعني حتى انه ما تصير foaming frothing. And several methods. طيب شو خلينا نشوف في methods، يعني في عندنا عدة methods حتى نعمل الفريزنج. اولا الشيل فريزنج. This is employed for large volumes such as blood products. The bottles are rotated slowly and almost horizontally in a refrigerated path. يعني ال product هاي مثلا blood product serum أو شيء bottles هاي bottles containing the blood مثلا rotated in slowly in and almost horizontally وهي قاعدة على الشلف مثلا بتصير عملية روتيشن in a refrigerated bath. يعني تصوروا يعني هاي الفايلز ها موضوع على الشلف، الشلف بصير ايش يلف او يعمل روتيشن لكن بشكل يعني مش سريع حتى بنفس الريفريجريتر او المكان اللي بدنا نعمل فيه فريزنج. The liquid freezes in a thin shell. وهو لاحظوا انه احنا من يعني البطل وهي تلف بصير الليكويد طبعا يعني مع السنتريفيوجر فورس بصير يطلع الجوانب، فهو خلال عمليه الروتيشن هاي بصير ايش؟ عمليه الشيل فريزنج او اللي هي يعني او الفريزنج على شكل شيل على شكل thin shell around the inner surface of the bottle. Okay. Freezing is slow and large ice crystals form. هاي disadvantage يعني بالشيل فريزنج. Slow and large ice crystals form which is a drawback of this method. اذا هاي disadvantage In vertical spin freezing, the bottles are spun individually in a vertical position. لاحظوا هون يعني طريقة ثانية لعملية بدل الـ slow rotation ها بصير ايش؟ spinning. Bottles are spun. Spun يعني من spin. Spinning. Centrifuged in vertical position. يعني هي وهي بالوضع القائم يعني vertical position centrifuge and cooled by a blast of cooled of cold air. إذا بتصير عملية ال centrifugation spinning يعني تدوير سريع okay spinning و in vertical position ففي بصير centrifugation و cooling و by cold air. The solution super cools and freezes rapidly. يعني بهاي الحالة بصير طبعا يعني هذا جهاز طبعا خاص يعني لذلك بيعمل فريزنج سريع with the formation of small ice crystals. إذا هاي حل المشكلة اللي صارت بالشيل فريزنج اللي بصير في عندنا larger crystals أو ice crystals.
الطريقة الثانية centrifugal evaporative freezing. وهون the solution is spun in small containers within a centrifuge. إذا بنستعمل centrifuge طبعا دائما هذا معنى centrifuge inside the freeze dryer على داخل الجهاز يعني داخل جهاز الفريز دراير. This prevents the forming when a vacuum is applied. The vacuum causes boiling at room temperature. يعني طبعا لما نقلل الضغط دائما احنا وليش بنقلل الضغط؟ مشان عملية الايفابوريشن او السبليميشن تصير على درجات حرارة قليلة. About 20% of the water is removed prior to freeze drying and there is no need for refrigeration. إذا نستغني عن مرحلة الريفريجريشن مباشرة بتروح على الفريزنج. ف 20% من المية قبل عملية الفريزنج بيكون باي يعني اللي هي ايش؟ ليش لاحظوا هون نقطة مهمة يعني الفاكيوم من نقدر نقول خلال الفاكيوم بصير المية تتبخر لأنه بصير يعني المية تغلي على درجات حرارة قليلة لما نقلل الضغط، أوكي؟ ولذلك بنستفيد منها، فتقريبا يعني خمس المية 20% من المية بنبخرها قبل ما نصير مرحلة الفريزنج اللي هي اللي يليها السبليميشن، أوكي؟ أمبولز ار يوجوالي فروزن إن ذيس واي، إذا هاي طريقة لتحضير الأمبولز. طيب الان الستيج الثانيه، الستيج الاولى قلنا الفريزنج، الستيج الثاني فاكيوم ابلكيشن اللي هي تقليل الضغط. The containers and the frozen material must be connected to a vacuum source sufficient to drop the pressure below the triple point and remove the large volumes of low pressure vapor formed during drying. إذا الفاكيوم في عندنا يعني فاكيوم بامب بتفرغ جوا الدراير هذا حتى إنه ينزل الضغط إلى ما دون التريبل بوينت، أوكي؟ بنفس الوقت يعني بنسحب الفيبر اللي موجود. الستيج الثالث اللي هي سبليميشن. Heat of sublimation must be الآن لاحظوا وصلنا إيش؟ وصلنا لما دون الآن بدنا إيش؟ لما دون triple point اللي هي الفاكيوم والفريزنج. الآن sublimation لازم نبدأ نرفع درجة الحرارة، أوكي؟ تذكروا إيش؟ الفيجر اللي حكينا عنها. الفيز دايجرام اوف ووتر. Heat of sublimation must be supplied under these conditions. The ice slowly sublimes, leaving a porous solid which still contains about 0.5 moisture after primary drying. The primary drying قلنا إنه ممكن يصير في خلال عملية تقليل البريشر لأنه المية بتغلي على هذا وبصير تتبخر على درجات حرارة واطية وبصير تتبخر. هاي 20% راحوا. الآن بداية السبليميشن بقول لك إنه يعني بس نخلص سبليميشن تقريبا اللي بيضل يعني كميه قليله من الموشر 0.5% موشر after primary drying. The primary drying it can reduce the moisture content of freeze dried solid to around 0.5%. Further reduction can be affected by secondary drying. يعني اذا كان بدنا نخلص من هذول بدنا نعمل secondary drying. الهيت ترانسفير بصير كيف الهيت ترانسفير؟ insufficient heat input prolongs the process. يعني إذا إنه عملية التزود بالحرارة وتزويد الحرارة مش كافية بتطول العملية، بتطول عملية الفريز دراين which is already slow اللي هي بالأصل بطيئة. And excess heat will cause melting. أما إذا زدنا كثير درجة حرارة معنى ذلك إنه ممكن يصير إير ذوبان للإيش
او انصهار للسوليد اللي صار له فريزنج. لذلك يعني شو معنى الكلام السطرين هذول؟ انه لازم نعمل كريتيكال كنترول اون ذا تمبرتشر. كريتيكال كنترول اون ذا تمبرتشر. There should be no significant increase in temperature. The added heat for sublimation only. يعني بدنا زيادة حرارة دقيقة جدا بحيث انه بس للسبليميشن مشان عملية السبليميشن. يعني vapor removal كيف منشيل منتخلص من الفيبر. Vapor formed must be continually removed to avoid a pressure rise. حكيناها قبل هيك. That would stop sublimation. لأنه إذا جمع الضغط جمع ال pressure ال vapor بصير ال pressure أعلى ولذلك ممكن توقف عملية ال. لذلك لازم يعني باستمرار نضل نسحب ال vapor متجمع. So sufficient vacuum pumps should be used. So efficient, so efficient vacuum pumps, two stage rotary pumps. هاي نوع من أنواع ال pumps يعني vacuum pumps for small scale and ejector pumps on large scale. يعني على small scale نستخدم ما يسمى two stage rotary pumps أو على large scale بال ejector pumps. For vapor flow to occur, a difference in vapor pressure must be kept on the condenser. دائما يكون في فرق بين الـ vapor pressure بين الـ يعني جزئي الـ freeze dryer اللي هي vapor pressure يعني داخل أو inside the container and the condenser. الكوندنسر اللي هو المكثف اللي بيعمل تكثيف للبخار. On large scale pumps of large capacity may be used to remove vapor. 1 gram of ice for 1000 liter of vapor. لاحظوا قديش الكمية. يعني المية عجيبة ها. 1 جرام من الـ الثلج بيسوينا 1000 لتر vapor. يعني كمية لا يعني very 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 large. 1000 لتر من البخار. اوكي بس 1 جرام. فاحنا يعني مش 1 جرام احنا بنشتغل كيلوات. اوكي لذلك لازم نضل ايش continually removing the vapor. Secondary drying. طبعا هاي احنا خلصنا البيزك 3 البيزك 3 ستيجز اللي هم الفريزنج والبريشر ريديوسنج والايش سبليميشن. الآن بعد هيك يعني في مراحل تابعة طبعاً أو مشان نخلص العملية اللي هي السكندري دراينج بعد يعني مشان نتخلص من إيش من شوية الموشر اللي يضلوا. أوكي the removal of residual moisture at the end of primary drying is performed by rising the temperature of the solid to as high as 50 or 60 degrees. لاحظوا حتى نتخلص من الان صار عندنا الفريزنج يعني صار اصبح الان البرودكت جاهز. فمشان نتخلص من شويه مي اللي ضلوا المي الموشر اللي ضلوا فمن من نرفع درجه الحراره ل 50 ل 60 درجه مئويه. الباكجينج attention must be paid to package freeze dried products to ensure protection from moisture. يعني خلال عملية الباكجينج لازم نكون محتفظين أو محتاطين إنه ما يصير أي إنه هاي الفريز درايد برودكتس بتكون very hygroscopic very hygroscopic material. لذلك بدنا نكون يعني under strict conditions of moisture حتى إنه ما يصير أي نوع من أنواع التسرب الموشر للبرودكت. Container should be closed without contacting the atmosphere. هذه الفيجر حقيقة freeze drying process in product dish. لاحظوا هنا كيف شكل البرودكت بعد الفريز دراينج. Situation in practice in the following graphic. هاي بالعملي هيك بصير عملية الفريزنج. الووتر فيبر بعدين عندك هذا البرودكت
sublimation zone هون collapse temperature contacts heat transfer هون يعني في عندنا الشلف اللي بصير عليه طبعا هاي فايل باعتبار هاي الايس كور اللي هو اللي بعد فيه توالي ميه وبصير في عمليه الفريزنج هون اما طبعا هون بنقدر نزيد وننقص يعني من ناقص 30 الى زائد 30 يعني بنقدر نرفع درجه حراره من ناقص 30 الى زائد 30 حتى نتحكم فلاحظوا شكل الفريز درايد ماتيريالز بتصير على جنب الفايل ها بهذا الشكل ها شكلها ايش كريستالز او يعني كراستي مش منتظم لانه تلاحظوا هون من هون بصير عمليه الفريزنج او اللي عفوا السبليميشن يعني لذلك بصير هذا طبعا هاي بمرحله انه وصلنا حتى انه الجف تماما من الميه Advantages of freeze drying. Drying takes place at very low temperatures, so the chemical decomposition, particularly hydrolysis, is minimized. يعني هاي يعني أول يعني advantage إنه على درجات حرارة منخفضة. ولذلك يعني عمليات الديكومبوزيشن زي الهيدروليسيس بتكون ايش قليله جدا the solution is frozen occupying the same volume as the original solution thus the product is light and porous شفتوها قبل شوي اللي بالفايل هاي بتكون porous very porous وهي جيده لايش يعني The porous form هي بالرقم ثلاثة porous form gives ready solubility okay good for solubility ال porous materials بتكون سهلة الحل يعني لما نيجي طبعا معظم vials for injection فبنيجي بنحط المي مباشرة بتدوب وهي قلنا أيضا إنها very hygroscopic there is no concentration of solution prior to drying ما فيش يعني لانه بصير الفريزنج سريع ما في يعني كونسنتريشن للدرج او للكومبوننتس بجهه معينه اكثر من الجهه الاخرى hence salts do not concentrate and denature proteins يعني اذا لو فرضنا ان بنحكي عن بلد او سيروم او اي من مركبات اللي بدنا نعملها فريز دراينج المقصود هون انه ما فيش migration of the solutes الاذر solutes اللي could denature proteins ما بتصير لي يعني مثلا اذا كان في عندنا any salt which may which may يعني change the isotonicity مثلا او change the pH which may denature the proteins هذا الكلام مش موجود او ما بصير لذلك يعني بتحافظ على لهذا السبب it's very good for these critical drugs such as proteins. As the process takes place under high vacuum, there is little contact with air and oxidation is minimized. إذا كمان لأنه ما في أي احتكاك مع الجو الخارجي ما فيش يعني oxidation is very very minimal. Disadvantages. There are two main disadvantages. The porosity, ready solubility and complete dryness yield a very hygroscopic product. هاي اللي حكيناها. Unless products are dried in their final container and sealed in situ, packing requires special condition. يعني بدنا حرص شديد، حرص شديد جدا من انه يعني اول شيء لازم نعمل عملية packaging very highly sealed
واندر ستريكت كونديشنز، ويكون كمان بعدين التخزين ايضا، وهي طبعا ايش؟ زياده في الكوست، وهذا المقصود يعني. لذلك يعني العمليه very very costly. The process is very slow and uses complicated plants which is very expensive. كلها على بعضها يعني تكلفتها عالية. It is not a general method of drying but limited to certain types of valuable products. It is إذن هي عبارة عن يعني special method لأنها مش يعني مش general method of drying، مش يعني طريقة للتجفيف العادي. For special products for in at under special conditions. Okay. لهذا السبب يعني it is not a normal method of drying. Uses the method is used for those products which could not be dried by any other heat method. These include biological products, for example, some antibiotics, blood products, vaccines such as BCG, yellow fever, smallpox, enzyme preparations such as hyaluronidase, وأيضا microbiological cultures enable specific microbiological species and trains to be stored for long periods with viability of about 10% on reconstitution. هذا يعني شكل حقيقي أو صورة حقيقية ل طبعا لاحظوا لايوفيلايزر الاسم الثاني للفريز دراينج هي لايوفيلايزيشن اوكي ف لايوفيلايزر اللي هو الفريز دراير فهذا اذا اللي هو شكله يعني طبعا مشان نعرف الحجم لازم يقف شخص من هون يعني طبعا هذا بتوقع انه يكون مساحته يعني مساحة هذا يعني تقريبا يعني العرض بحدود او الطول بحدود 10 والارتفاع حوالي مترين يعني للارج سكيل فريز دراي اوكي خلينا نوقف هون نخلص المحاضرة لانه بعد عندنا يعني حقيقة جزء مهم جدا وايضا مأخذ وقت ولذلك نقف بال هون يعني بالسلايد هاي وان شاء الله نعمل محاضره يعني خامسه بالدراير بالدراينج المحاضره القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.